الانتخابات الرئاسية سنعرف عنه الكثير في هذه الحلقة. السؤال الذي نود أن نطرحه على الشيخ حازم أبو إسماعيل أو على حملته الانتخابية أو على مؤيدي الشيخ حازم إسماعيل: ماذا لو حدث وتم إثبات هذه المعلومة؟ أنا شخصيا لا يعنيني أنه يكون السيدة والدة الشيخ حازم إسماعيل رحمها الله قد حصلت على الجنسية أم لا، لأن هذا شأنها، القانون يمنع ذلك، لكن هل يمكن أن يتم الطعن في هذا القانون أم لا؟ هل ينفي هذا أن الشيخ حازم إسماعيل لديه الكثير من المؤيدين والناخبين وأنه شخصية مرموقة ومحبوبة على مستوى جماهيري كبير؟ بالطبع لا، لكن ماذا تأثير ذلك على المشهد الانتخابي؟ تصريح الدكتور البلتاجي: رفضت ترشيح الشاطر حتى لا يفشل المشروع الإسلامي، يحتاج أيضا إلى مناقشات كثيرة. أنصار سليمان، عمر سليمان: التوكيلات اكتملت والقرار خلال ساعات، هل سنشهد دخول اللواء عمر سليمان إلى ساحة الانتخابات؟ وماذا سيفعل هذا الترشح في المشهد الانتخابي؟ الحقيقة عايزة ابتدي معاكم أقرأ لكم سطور من صفحة الأخت خديجة الشاطر. خديجة خيرت الشاطر نشرت مقال على صفحتها اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحة باسمها هحطها على الشاشة دلوقتي. هو مقال طويل، قالت فيه انها هتخرج عن صمتها وانها لا تدافع عن والدها، ولكنها حزينة عن واقع أليم. المقال مهم جدا، يعني انصحكم ان انتم تقروه، لكن افصحت فيه خديجة عن معلومة خطيرة قالت فيها: لقد اعدوا عدتهم لترشيح عمر سليمان او من يشبهه، واشهد الله ان ابي الحبيب خيرة الشاطر حتى ليلة ترشيح الاخوان له، والذي ظل يعرض عليه لمدة عام وهو يرفضه، كان يبحث بديل دعم حبيبنا الشيخ حازم رغم رفض البعض لفكره طلب الإمارة ورؤية البعض أن هذا المنصب يحتاج إلى خبرات إدارية واقتصادية أكبر، إلا أنه ليلة قرار الإخوان كانت إحدى المحددات الهامة التي أثرت في قرارهم هو إبلاغ الجهات المسؤولة لهم. خلي بالكم، يعني معلومة خطيرة بتقولها هنا خديجة، هو إبلاغ الجهات المسؤولة لهم، لجماعة الإخوان المسلمين، أنه سيتم رفض أوراقه. هي تتحدث عن الشيخ حازم أبو إسماعيل، يعني في جهات مسؤولة ذكرت لجماعة الإخوان المسلمين أنه سيتم رفض أوراق الشيخ حازم أبو إسماعيل لتأكدهم من ازدواجية جنسية والدته الغالية رحمها الله ورحمة الله عليها. معلومة خطيرة جدا يا جماعة، يعني في جهات رسمية أبلغت جماعة الإخوان المسلمين أن سيتم سحب أوراق أو رفض ترشح الشيخ حازم أبو إسماعيل، لأن لديهم معلومات مؤكدة أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، وأن عليهم أن يتقدموا بمرشح، وفي هذه الحال والدها السيد مهندس خيرت الشاطر. بتمضي خديجة بتقول إيه بقى: وأيا كان هذا السبب حقيقيا أم ملفقا ممن يدير شؤون البلاد، فإنه لا يليق أبدا أن يظن فريق أن إخوانهم هم الذين أثاروا هذه الفتنة. هي بتحاول تقول معلومة: اجتهد الإخوان اجتهادا تحملوا به كل هذا الهجوم حتى لا يتركوا مصر لأعداء الإسلام من النظام السابق، وبالذات في حال رفضهم للشيخ حازم التقدم للترشيح بزعمهم الذي لا يعلم أحد أحق هو أم افتراء.
بالله عليكم، تقول خديجة خيرت الشاطر، بالله عليكم لو أرادوا السلطة ابتداء لماذا ألزموا أنفسهم بعدم الترشح وهم الذين سعوا لها من ساعتها لآتوها لما لهم من شعبية ودور فعال في الثورة، وهو الدليل الأكبر على أنهم الآن أتوها راغمين مكرهين. يعني هي بتوضح أنه اتيان والدها المهندس خيرت الشاطر للسلطة هو مرغم ومكره، فليكن دورنا السعي لوحدة الصف وإعادة الألفة والتراحم، وإياكم والتخوين والغيبة، فلرب ظلم ترمي به مجتهد عمل في صمت وضحى من أجل نهضة بلاده ونصرة دينه تقف به يوم القيامة دهورا، وليكن شعار الفريقين حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بتنصح خديجة خيرت الشاطر أن يتقوا الله جميعا ويقولوا قولا سديدا. منتهى الخطورة الكلام.